مش نادي الزمالك بقى لسه برضو. يعني ليه؟ خلينا نتكلم بس ان المقاولين مش بالقوه اللي بتاعت الموسم اللي فات او الموسم اللي قبله. يعني كان الموسم اللي فات المقاولين كان افضل من كده. يعني في اوقات كتيره جدا كان عنده فرقه كويسه جدا، صح. عنده لعيبه مميزه. السنه دي المقاولين اقل شويه على التشكيله اللي موجوده والاسماء اللي موجوده. انا بس في تحفظ على دايما مشاركه حاتم سكر وحسام عبد المجيد. مش عاجبينك الاثنين يعني؟ اصل انت جربتهم كذا مره، ما مش ممكن تكرر التجربه تاني. هل في بدائل؟ ما يعني مش كده، ما لازم تبقى عندك حلول. مش عندك مشاكل في القيد وعندك مشاكل قايمه وبتاع، بس عندك حلول تقدر تحاول تحلها. يعني حاتم سكر يعني مع احترامي بصيت عليه كتير جدا وتابعته في الفتره الاخيره، هو وحسام مش ماشيين مع بعض خالص مع بعض. لكن مستوى حاتم، انا بشوف حاتم بصراحه من اللعيبه الواعده من وجهه نظري يعني. لا ما اعرفش، بس في لعيب انت ممكن تشوفه يشدك. يعني من اول كده بيتقال عليه لعيب. يعني مثلا عندك ايشو، لعيب كويس مش وحش، بس لسه قدامه شويه. هو طبعا بيلعب في وقت الظروف مش مساعداه، الولد لسه سنه صغير. بس باين من لمساته ان هو لعيب كويس، عنده كور، لعيب كويس. يعني ليه مستقبل كويس جدا، بس الامكانيات اللي موجوده واللعيبه الحالات حاله اللعيبه اللي موجوده لنادي الزمالك ماشي. مش في افضل شيء. يعني حتى لما نادي الزمالك اتقدم بهدف اوباما، المفروض بقى انت خلاص تسيطر. يعني تبتدي الامور تبقى شكل افضل. نادي الزمالك تراجع، نادي المقاولين ضغط، خلص الماتش. ودي مشكله نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ان يعني ما بيعرفش يحافظ على على يعني الشكل العام. يعني ممكن يبقى الاداء مش افضل شيء، بس تبقى كسبان. بس الحاجات الهدف اللي انت احرزته ده بتقدر تاخد ثقه، بتقدر تتمركز صح. مستر اوسوريو لسه برضو عنده بعض المشاكل اللي هي في التغييرات. لاحظ كده الفترات الاخيره كلها مستر اوسوريو التغييرات بتاعته اللي بيعملها بتعود بالسلب على نادي الزمالك في اغلب الاوقات. يعني الطبيعي في الحاله اللي كانت موجود فيها نادي الزمالك لسه خارج من مباراه، المفروض ان المباراه دي عوده يعني نادي الزمالك يرجع تاني. روح. كان في اوقات في روح شويه من اللعيبه، بس مش التمركز بتاعهم في اخطاء كثيره جدا. بالدليل انت الهدف جه في الدقيقه الاخيره. يعني الهدف جه احمد علاء حط الهدف والماتش خلص. ما ده معناه ان مفيش تمركز. جه من دربكه جوه ال 18. مفيش الخبرات اللي في الملعب في الحته الدفاعيه. يمكن انا اتكلمت قبل كده قلت ان محمود علاء لما كان موجود يعني سيبك من حاله الدفاع، كان نادي الزمالك ليه شكل. كان شكل افضل. عبد الغني بقى له فتره كبيره جدا مش عبد الغني. يعني عندك مشكله في الحته الدفاعيه. محمد طارق يعني مش الخط الدفاعي، انت عندك الجزء الدفاعي ده عنده مشاكل كتير. اقول لك على حاجه يا كابتن ابراهيم، لو ماتش كان خلص 1-0 كان هيبقى فيه اشاده كبيره قوي بمعظم اللاعبين في نادي الزمالك. مهم. لا لا، بشوف محمد طارق ماتش كويس، هيبقى معنويا هيبقى بس فوز معنوي. بس مش انت عندك مشكله في الخط الدفاع بالكامل. الدفاع بالكامل ما يشيلش نادي الزمالك. تمام. لانك انت المرحله اللي جايه انت داخل برضو في الكونفدراليه. طبعا اتمنى ان نادي الزمالك يكمل في المشوار بتاعه، لان عيب قوي نادي الزمالك يخرج طبعًا. من دور تمهيدي قدام، مع احترامي، قدام فرقه مش موجوده على الخريطه خالص. فالشكل في العموم اوباما مش ده اوسوريو سقف له بعد الكام حركه اللي عملها في اخر الماتش. ما اعرفش اللي هي قبل الجون مباشره بتاع المقاولين. ما انا ما اعرفش هو بناء على ايه. يعني انا حكايه كابتن وائل ما انا مسايبه ضده عشان يعني الاداء بتاعه مش بطء غير طبيعي. يعني مش ده اوباما اللي كان موجود من فتره. يمكن قبل ما يمشي من نادي الزمالك كان في اوقات كتير جدا كان تواجده بس كان في اعجاب بالمدرب بمستوى اوباما امبارح. هو بصراحه عمل ماتش يعني ماتش معقول كويس بالنسبه لاوباما. اعتقد ده كده مستوى افضل من المرحله الاخيره اللي قبل ما يمشي يروح فيها الحزم. هو الطبيعي ان اللعيبه كلها الاسماء اللي موجوده الطبيعي ان يبقى افضل. لان المقاولين مش بالقوه اللي انت يعني المتوقعه. يعني بالدليل ان انت يعني حتى زيزو يعني يعني ادى شكل شويه اكيد، بس مش بنفس اداء زيزو في الفتره الاخيره. تمام. بس